انفجار مصنع للأدوية هائل في ولاية الشلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الشلف صبيحة يوم الأحد على مستوى المنطقة الصناعية أولاد محمد ببلدية الشلف بسبب انفجار مصنع للأدوية. وبحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدات المدنية في حدود الساعة 10:10 من أجل حادث انفجار مواد الضغط مطبوع بحريق في مصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية أولاد محمد ببلدية الشلف، وقد تمت السيطرة على الحريق والتحكم فيه. وذكرت المصالح أن الحادث خلف 12 جريحا، منهم من يعاني من ضيق في التنفس، نسأل الله العظيم لهم الشفاء العاجل. الحمد لله سلامات. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.